السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل رد ناري من صنعاء على مجلس الأمن، وإلى التفاصيل. شنت حكومة صنعاء اليوم الأحد هجوما على مجلس الأمن على خلفية قراره الأخير حول عمليات الإسناد التي تنفذها قوات صنعاء دعما لغزة ضد الجرائم الإسرائيلية. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة له على إكس: لا يمكن لأي بلد أن يحترم مجلس الأمن الذي لم يتمكن حتى الآن من إصدار قرار صريح بوقف جرائم الإبادة، لا بل ولا حتى بيان إدانة للكيان الصهيوني المجرم. مضيفا بهائمية هذا المجلس واضحة للعيان، فقراراته وبياناته لا يصنعها عقل ولا أخلاق ولا قوانين بقدر ما يصنعها العلف والعصا الأمريكية مثله مثل أي بقرة. وكان مجلس الأمن قد وافق على قرار أمريكي يدين عمليات قوات صنعاء داعيا إياها إلى إيقافها دون الإشارة إلى المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.